في الجزيرة ونعرف منه أخبار التمرين واستعدادات الأهلي لمواجهة الجونة بكرة إن شاء الله. مساء الخير يا محمد. مساء الخير الزميل العزيز أحمد سمير، تحياتي ليك وكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تعرف منك يا محمد أخبار الفريق إيه، تمرينة النهاردة أو جدول الفريق النهاردة إيه، واستعداداته لمواجهة الجونة بكرة إن شاء الله. زي ما ذكرت زميل العزيز احمد في مقدمتك، يعني حالا دلوقتي واحنا معاك على الهواء، النادي الاهلي بيختتم استعداداته بالمران الاخير والاساسي استعدادا لملاقات الجونه غدا باذن الله في 6:30 مساء على استاد الاهلي والسلام في اطار مباراه الجوله 26، عوده مره اخرى لمباراه الدوري العام، وان شاء الله تكون عوده موفقه وتبقى بدايه، يعني ضربه بدايه قويه ان شاء الله لعوده الانتصارات في مسابقه الدوري، وان شاء الله يكون تمهيدا للفوز في بقيه المباريات وعوده لقب الدوري مره اخرى. يمكن الفريق بدا استعداداته في 5:30 تماما، قبلها كان في محاضره فيديو اتكلم فيها مستر سواريش مع اللاعبين على اهم نقاط القوه والضعف من خلال التحليل الفني والتحليل الاحصائي لفريق الجونه. من بعدها الفريق نزل لارض الملعب، يمكن كان الملاحظ ان كابتن سيد عبد الحفيظ عمل محاضره مع اللاعبين في ارض الملعب اكلمهم فيها عن اهميه هذه المرحله واهميه طي ونسيان صفحه كاس مصر والتفكير في مسابقه الدوري، واحده من 4 مسابقات متبقيه في الموسم، الدوري الكاس للسنه الحاليه، وكمان عندنا السوبر القديم والسوبر الجديد، ان شاء الله يكون تعويض لجماهير النادي الاهلي خلال الفتره القادمه وعوده لنغمه الانتصارات وعوده النادي الاهلي لمكانه الطبيعي. كان التمرين بدا ببعض الجمل يعني البدنيه يا احمد في البدايه، طبعا زي ما انت شايف ضغط المباريات، فطبعا اهم الجزء دلوقتي قبل الفني كمان هو الجزء البدني، بعد كده كان الشق الفني، وكابتن سعد حفيظ اغلق المران امام جميع وسائل الاعلام اللي هي فقط قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي للنادي الاهلي. طبعا استعداد اكثر من رائع على هذه المباراه، يمكن حاله اللاعبين واضح جدا عليها التركيز التام، طبعا الجهاز الفني اتكلم كله مع اللاعبين عن اهميه هذه المرحله والنسيان زي ما قلنا صفحه الكاس، والبدايه ان شاء الله تكون بكره بمباراه الجونه. التدريب زي ما قلت لك في اللحظات اللي بكلمك فيها شغال حالا، يمكن نصف ساعه على الاكثر وينتهي المران، ومن بعدها يعني الجهاز الفني قائمه من 22 لاعب للدخول في يعني معسكر هذه الليله في احد فنادق القاهره، وان شاء الله من بكره بقى على طول الساعه 4:30 التحرك لاستاد الاهلي والسلام استعدادا ان شاء الله لمباراه الجونه، بدعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالانتصار والعوده للانتصارات مره اخرى. زي ما ذكرت يمكن اهم واحد يعني الاخبار واهمها في مران اليوم هو عوده اكرم توفيق للتدريبات الجماعيه، يمكن الدكتور احمد ابو عبله قال لي اكرم معانا بقاله يومين دخل في التدريبات الجماعيه للفريق، وكمان عوده بدر بنون بيرسيتاو ميكيسوني، ان شاء الله يكون الاربعه يعني زي ما بنقول مداد وعون لبقيه زملائهم في مشوار الدوري العام، وكمان نتمنى السلامه لبقيه اللاعبين زي ما ذكرت محمد شريف طاهر محمد طاهر احمد نبيل كوكا، ان شاء الله كل لاعبي النادي الاهلي واي 11 لاعب هيتم اختيارهم يكونوا موفقين ويؤدوا ما عليهم في الملعب، وان شاء الله تعود الانتصارات وتعود تحقيق امال وطموحات جماهير النادي الاهلي وعوده الدوري مره اخرى للقلعه الحمراء. كل الشكر ليك الزميل العزيز محمد توفيق، دي اخبار تمرينه النهارده والحقيقه